تحوير ميزان طبلي 150 كيلوغرام من الكارت القديم النوع الصيني اللي يعتمد على شحن وتفريغ المتسعة وحساب الوقت، إلى كارت إلكتروني يعتمد على بطاقة الأردوينو، والدائرة هاي الـ ADC اللي هي HX711 اللي هي 24 بت رائعة طبعا، اللي تحول لك الإشارة الأنالوج اللي جاية من الخلية الوزنية للميزان الطبلي تحولها إلى إشارة رقمية 24 بت اللي راح يتعامل وياها كارت الأردوينو بعد عمل البرمجة له. طبعا الميزان مستقر جدا ويقرأ أجزاء الأغرامات، وبصراحة العمل مالته كلش ممتاز صراحة. وزن نفسي هذا وزني 80، وحتى الغرامات يقيسه، يعني حتى وزن الموبايل 200 غرام اصلا يقيسه. لاحظ الاستقرار بعمله، راح تشوف كلش مستقر. طبعا من تتعلم كيف تتعامل مع الخلايا الوزنيه وكيف تتحول الاشاره وكيف تتعامل معها برمجيا، راح يصير عندك المام جدا واسع بالميازين، بانواع الميازين، مو شرط الميازين الطبليه، لان هو كله نفس المبدا. احتمال اخلي لكم رابط البرمجه، واحتمال اخلي لكم الرسم اللي هو الديزاين بداخل الكمبيوتر. موفقين ان شاء الله.